إذا ننتقل الآن للمحور الثاني من حلقتنا، وهو متعلق بأحكام ومراسيم إسقاط الجنسية البحرينية. ونعود لقانون الجنسية البحرينية وتعديلاته عام 2014، حيث نصت المادة 10 منه على: يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: ألف، إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها. ب، إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية. جيم، إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف يناقض واجب الولاء لها. ورغم أن مملكة البحرين قد وقعت على عدد من الاتفاقيات وألزمت نفسها بعدد من العهود التي تعتبر إسقاط الجنسية اعتداء على حقوق الإنسان الأساسية، إلا أنه منذ الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011 وحتى الوقت الحالي تم إسقاط جنسية ما يزيد عن 300 شخص في ديسمبر 2012، 3 أشخاص في يناير 2014، ثم 9 أشخاص في أغسطس، وأيضاً 9 في سبتمبر من نفس العام، ثم 72 شخص في يناير 2015، و56 في يونيو من نفس العام، وأخيراً 46 شخص في 2016. وللحديث عن هذا الموضوع بتوسع أكبر معنا اليوم المحامي محمد أحمد، فليتفضل. مع رجاء التزام الهدوء أثناء تقديم الورقة. مساء الخير. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى القائمين على إدارة هذا المنتدى لدعوتي للحديث. أنا في الواقع يعني سأتحدث بشكل أساسي عن، ومختصر جدا، عن مبادئ القانون الدولي الحاكمة لمسألة إسقاط أو سحب أو حرمان أي شخص من الجنسية. هذا كمحور أول. محور ثاني، الإشارة بشكل سريع جدا ومقتضب إلى مدى توافق أحكام القانون البحريني مع هذه المعايير الدولية. المحور الثالث هو مرور سريع على الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على إسقاط الجنسية، لكنني أزعم بأن الأثر الأشد وطأة المترتب على إسقاط الجنسية هو مواجهة خطر الإبعاد. فأعرج في هذا المحور الرابع وهو الأكثر أهمية في نظري إلى أحكام القانون البحريني واستعراض أحكام القضاء البحريني فيما يتعلق بمسألة الإبعاد والخطر الذي يواجهه مجموعة من المواطنين الذين سحبت جنسياتهم. أنا سأتكلم من واقع قضية قائمة وأمثل فيها مجموعة من المواطنين. فأبدأ باستعراض مبادئ القانون الدولي في مسألة الحرمان من الجنسية. فقد توافقت الجماعة الدولية منذ عقود طويلة على أن حق التمتع بجنسية ما هو من الحقوق الأساسية والجوهرية للإنسان، وتعرف محكمة العدل الدولية الجنسية على أنها رابط قانوني يقوم على شعور بالانتساب الاجتماعي وترابط وثيق بين الوجدان والمشاعر والمصالح والمشاعر. وطبقا للمادة 15 من الإعلان الدولي للحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها، وحماية لهذا الحق من مخاطر مصادرته والاعتداء عليه. فقد توافقت الجماعة الدولية والمجتمع الدولي على مجموعة من الأحكام والمعايير في هذا الصدد، وتم صياغة هذه الأحكام والمبادئ والمعايير في الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وهي اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 1961. وقد تضمنت هذه الاتفاقية العديد من الأحكام والمبادئ التي سعت من خلالها الجماعة الدولية إلى التصدي إلى حالات انعدام الجنسية، والتي
يجب أن نفرق هنا بين يعني حالتين، حالة انعدام الجنسية وحالة اسقاط الجنسية أو تجريد الشخص منها. حالة انعدام الجنسية حسب ما يعني تمت معالجتها في اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية، هي دائما تترتب نتيجة حرمان شخص من جنسيته الأصلية. يعني يكون مواطن بحريني، غواتيمالي، ماليزي، فتسقط جنسيته، بحيث أن إسقاط هذه الجنسية هو الذي يؤدي إلى كونه عديم الجنسية أو الحرمان أو الـ أو الـ أو الـ السحب الجنسية. فالاتفاقية تضع في نصب عينها تقليل وتخفيض حالات انعدام الجنسية باعتبارها حالة خطرة جدا على أي شخص، لأنه ستؤدي به في نهاية المطاف إلى انعدام انتمائه إلى أي كيان قانوني أو أي دولة. لذلك فإن هذه عملية الحرمان، حرمان شخص ما من الجنسية التي كان يتمتع بها، وذلك عن طريق إسقاطها عنه أو تجريده منها بموجب، وهنا تتنوع أو تتعدد المسببات، سواء بموجب إجراءات وأوامر إدارية أو بموجب أحكام قضائية. ولعل أهم نصوص هذه الاتفاقية وأكثرها اتصالا بموضوعنا، موضوع هذه الحلقة الحوارية، هو أو أكثر اتصالا بالحالة البحرينية التي عشناها في الأربع سنوات أو الخمس سنوات المنصرمة، هو نص المادة 8 من الاتفاقية. واسمحوا لي أن أقرأها عليكم بالنص، لأنها تعبر عن ضمير الجماعة الدولية وموقفها من مسألة إسقاط الجنسية، لأنها في غاية الأهمية. المادة 8 من اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية العام 1961 تنص على أنه أولاً تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية. إذا جئنا الآن في حالة الأخوة الذين أترافع عنهم حالياً في أمام القضاء البحريني، وهم 8 مواطنين سحبت جنسياتهم، الآن أصبحوا عديمي الجنسية وليسوا أجانب. هناك فرق في التعريف، حتى في التعريف القانوني، بين عديم الجنسية وبين الأجنبي. القول بالأجنبي، الأجنبي أنه يتمتع بجنسية بخلاف الجنسية البحرينية. فالفقرة الأولى من المادة 8 من هذه الاتفاقية كما قلت تمتنع الدول المتعاقدة بمعنى التي وقعت على هذه الاتفاقية عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية. 2، على الرغم من أحكام الفقرة 1 التي أشرت لها الآن من هذه المادة، يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة في الحالات الآتية: ألف، في الظروف التي يسمح فيها بمقتضى الفقرتين 4 و5 من المادة 7 بفقدان الشخص لجنسيته. هذه ممكن من باب العلم بالشيء استعرضها لاحقا، ولكنها تتعلق بحالة خارج إطار الحالة البحرينية، تتعلق بالالتحاق سواء حصول على الجنسية لسبب رابط الزوجية إلى آخره في أوضاع في الحالات المدنية. يعني با، إذا حصل على الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال، يعني أنه يجوز للدولة المتعاقدة إذا تبين بأن الشخص حصل على الجنسية، جنسية البلد، نتيجة معلومات كاذبة أو استخدام وسائل احتيالية، الاتفاقية تجيز إسقاط الجنسية بهذه الحالة. الفقرة الثالثة من هذه المادة تنص على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز، وهذه المسألة القريبة جدا من الحالة التي نحن بصددها، على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بحقها في تجريد الشخص من جنسيته إذا هي نصت تحديدا
لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام على الاتفاقية على احتفاظها بهذا الحق لدى قيام واحد أو أكثر من الأسباب التالية: شريطة أن تكون من الأسباب التي ينص عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين. عشان نشرح هذا الكلام، الاتفاقية تجيز لأي دولة متعاقدة أن تسقط جنسية هذا الشخص أو ذاك المتمتع بجنسيتها شريطة أن تسجل تحفظها لحظة الانضمام أو التوقيع أو التصديق على الاتفاقية. ليست يعني حقا مجردا، وإنما يجب أن يقوم على أسباب محددة. ألف، أن يكون الشخص متصرفا على نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة. هذه بنرجع له، وكيف يمكن مقاربة هذا الشرط في ضوء القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي وتطبيقها على الحال البحرية. واحد، قد قام طبعا مناقضة أو تناقض سلوكه مع واجب الولاء في الدولة أيضا حددت الاتفاقية، لم تطلقها من أي قيود. قد قام خلافا لحظر صريح من جانب هذه الدولة بأداء أو مواصلة أداء خدمات لدولة أخرى أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها. أو اثنين، يكون قد تصرف على نحو يلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة. إذن هناك قيود محددة تضعها الاتفاقية الدولية على حق الدولة في إسقاط أو تجريد أي مواطن مواطنينها من حقه في الجنسية. باء، أن يكون الشخص قد أقسم يمين الولاء لدولة أخرى أو أعلن رسميا هذا الولاء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه على نبذ الولاء للدولة المتعاقدة. الفقرة الأخيرة وهي الفقرة الرابعة من المادة 8 تنص على أنه لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و3 من هذه المادة إلا وفقا للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعني الحق في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر. المادة اللاحقة من الاتفاقية هي مادة أيضا ذات أهمية في الحالة البحرينية، تنص على أنه لا يجوز للدولة المتعاقدة تجريد أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية. هذا النص أو تحديد نص المادة 8 وضع مجموعة من الأطر التي عالجها تقرير مقدم من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في دورته 25 بعنوان حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية. وفي الحقيقة أدين بالشكر الجزيل إلى الأخت العزيزة أم شريف على أنها عرفتني على هذا التقرير، لم أكن أعلم حتى بوجوده. فهو تقرير رائع جداً يعالج مسألة الحرمان والتجريد من الجنسية. هو عبارة عن تقرير طلبه مجلس حقوق الإنسان من الأمين العام، قدمه الأمين العام في الدورة 25 أعتقد في وقت من عام 2013. هذا ما أتذكر. أنا للأسف لم أحضر نسخة التقرير معي. يشير الأمين العام في هذا التقرير إلى أن أي تدخل في التمتع بالجنسية يؤثر تأثيرا كبيرا في التمتع بالحقوق، طبعا بالحقوق على إطلاقها، الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. لذا وجب أن يستوفي فقدان الجنسية أو الحرمان منها شروطا معينة من أجل الامتثال لأحكام القانون الدولي، وتحديداً مبدأ حظر الحرمان التعسفي من الجنسية. ومن بين هذه الشروط هنا نرى كيف أن التقرير وضع في نصب عينه أو في اعتباره أحكام الاتفاقية، اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية. فوضع 3 شروط
أو من بين هذه الشروط، قال أن تخدم التدابير التي تؤدي إلى فقدان الجنسية أو الحرمان منها غرضا شرعيا، أي أن تكون الغاية من الحرمان من الجنسية غاية مشروعة. يعني عندما تقدم الدولة على تجريد شخص من جنسيته يجب أن يكون ذلك لتحقيق غاية مشروعة. والواقع أن هذا تقرير لمبدأ المشروعية، مبدأ المشروعية الذي دائما يجب أن يحكم سلوك الدولة. الدولة لا تتصرف باعتبارها منتقم ولو باعتبارها شخص يريد أن يلحق الأذى بمواطنيه، ولكن يجب أن تسلك وتتصرف في ضوء أحكام مبدأ المشروعية الذي يقيد تصرفاته كسلطة عامة. ثانيا، أن تكون أقل الأدوات، أي مسألة التدابير التي تؤدي إلى الحرمان من الجنسية، تكون أقل الأدوات تدخلا لتحقيق النتيجة المرجوة، أي أن لا يتم اللجوء إلى حرمان الشخص من جنسيته إلا في أضيق الحدود. ثالثا، أن تتناسب هذه الإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية، أن تتناسب مع المصلحة المزمع حمايتها، يعني مصلحة حماية الأمن والاستقرار في البلد المعني. ومتى أدى، يواصل التقرير أو الأمين العام في تقريره، ومتى أدى فقدان الجنسية أو الحرمان منها إلى انعدام الجنسية فإن الأثر على الفرد المعني يكون شديدا بوجه خاص. ولهذا السبب يقيد القانون الدولي تقييدا صارما الظروف التي يمكن في ظلها اعتبار تدابير فقدان الجنسية أو الحرمان منها، والتي تفضي إلى انعدام الجنسية بوصفها تدابير تخدم غرضا مشروعا. بلغة بسيطة، القانون الدولي طبقا للسيد الأمين العام في تقريره، أمين العام للأمم المتحدة، يرى وينتهي من خلال اتفاقية خفض حالات الانعدام الجنسية بأن كل التدابير، تلك التدابير التي تؤدي إلى، يعني التدابير التي تتخذ بتجريد شخص من جنسيته وتؤدي إلى تحويله إلى شخص منعدم الجنسية، هي بالضرورة في تقديره لا تخدم غرضا مشروعا، لأنها ستؤدي بهذا الشخص إلى أن لا يتمتع بأي حق من الحقوق. يرى القانون الدولي بأن الحالة التي تؤدي إلى انعدام الجنسية هي حالة، أو التدابير التي تؤدي إلى انعدام الجنسية هي تدابير غير مشروعة ولا تخدم غرضا مشروعا. ثم يستعرض تقرير الأمين العام ذات التعريض طبعا في قسمه المعنون اعتبارات عامة تتعلق بفقدان الجنسية أو الحرمان منها، فيشير إلى أن اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 61 تتضمن مجموعة مقيدة من الظروف التي تجيز الاستثناء من هذه القواعد، فتحصر في مجموعة ضيقة الظروف التي يمكن في ظلها اعتبار تدابير فقدان الجنسية أو الحرمان منها التي تفضي إلى انعدام الجنسية بصفها تدابير قد تخدم غرضا مشروعا. ومن ذلك حتى في مثل هذه الحالات يجب أن يفي فقدان الجنسية أو الحرمان منها بمبدأ التناسب، بمعنى أن التدابير التي اتخذت والتي أدت إلى فقدان الجنسية أو الحرمان أو التجريد منها يجب أن يتوافق مع مبدأ هو مبدأ التناسب. وينبغي أيضا أن تقيم عواقب سحب الجنسية تقييما دقيقا في ضوء خطورة السلوك أو الجرم الذي أفضى إلى سحب الجنسية، ونظرا لخطورة العواقب التي تنطوي عليها حالات انعدام الجنسية، قد يكون من الصعب، وهو يؤكد على هذه الفكرة مرة أخرى، من الصعب تبرير فقدان الجنسية أو الحرمان منها الذي يفضي إلى انعدام الجنسية بالاستناد إلى مبدأ التناسب. بعبارة أخرى، هو لا يرى بأن هناك أي تناسب بين أي فعل أو سلوك يتهم بشخص مع تحويله إلى شخص منعدم الجنسية، لأنها هي أقرب ما تكون إلى حالة أعدام معنوي للشخص. ويتضح من استعراض هذه الأحكام، طبعا أنا مثل ما أقول
أنهيت اقتباسي من تقرير الأمين العام المقدم لمجلس حقوق الإنسان. ويتضح من استعراض هذه الأحكام والمعايير الدولية أن حق أي دولة في تجريد الشخص من جنسيته ليس حقا مطلقا من أي قيد، بل أنه يخضع للكثير من القيود والاعتبارات التي سلف بيانها. هذه بشكل سريع المعايير الدولية التي تحكم مسألة تجريد شخص أو حرمانه من جنسيته. أما فيما يتعلق، وهذا هو المحور الثاني وأشير إليه بشكل سريع جدا، هو موقف القانون البحريني من مسألة إسقاط الجنسية. استعرض من خلال نص المادة 17 اللي تولت استعرضت أيضا الأستاذة زميلتي الأستاذة شهزلان. مادة 17 تجري في إطار عام جدا من الدستور، مادة 17 من الدستور، على أن الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ثم الآن تم استعراض التعديل الأخير فيما يتعلق بإسقاط الجنسية في ضوء قانون الجنسية في المادة، قانون الجنسية البحرينية في المادة 10. المشكلة تقبع في عبارة والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، هذه المادة 17. الأحوال الأخرى التي يحددها القانون هي أحوال وضعت في 1963 عندما لم يكن في هذا البلد أي دستور، ولكننا وجدنا بأنه عند إصدار دستور 2002 أضيفت مادة أو وضعت مادة تقول بأنه تكون صحيحة ونافذة كل القوانين والأوامر والإعلانات والمراسيم التي صدرت قبل هذا الدستور، بمعنى أنه كل القوانين التي صدرت من 1938 أو من أول لحظة عرفت فيها البحرين مسألة التشريع هي قوانين صحيحة ونافذة وقائمة إلى آخره إلى آخره. وحتى التطوير الذي ليس تطويرا وإنما التعديل الذي تم في 2014 هو تكرار بصياغة أخرى لما كان قائما في 1963. كل الحالات التي تم إسقاط الجنسية، وبالتحديد أتحدث عن القائمة التي ضمت 31 شخص، هي حالات تم الاستناد فيها إلى نص المادة 10 فقرة جيم من قانون الجنسية، والتي تعطي الحق لعظمة الحاكم لإصدار الأمر بإسقاط الجنسية إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة. هذه بنرجع لها لاحقا ببعض التفصيل. أنا أرجو أن لا أكون قد أطيل، يعني أستاذة أنا كأني طولت. يعني أعتقد أن الكل متفق أن تقدر أوكي. عندك شوي. بحاول نختصر. بس يعني مو واجد. إن شاء الله إن شاء الله. أوكي. قد أختصر في الجانب المتعلق بالعواقب والآثار المعيشية والاقتصادية. يمكن أمر عليها بشكل سريع. في كل الأحوال نجد أن هذه النصوص وهذه القواعد لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع أحكام ومعايير ومبادئ القانون الدولي. الحديث عن أنه خلينا نقول الدستور الذي هو أبو القوانين ينص على أنه لا تسقط الجنسية عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، وبالتالي الدستور وضع قيدا محكما وشديدا، قال بأن هذا من يخون البلد والخيانة ليست وصفا يعني يطلقه أي سباب أو أي جريدة،
صفرة، وإنما يجب أن تكون واقعا ثابتا من خلال محاكمة عادلة، يتم تقديم هذا الخائن إلى القضاء العادل الذي يقرر بناء على دليل يتجاوز أي شك بأنه قد ارتكب فعلا يعد من قبيل الخيانة. وبالتالي الدستور وضع إسقاط الجنسية باعتباره إجراء خطير جدا لمقابلة سلوك خطير جدا هو الخيانة، وبالتالي فإنه من غير الجائز عقلا ولا قانونا أن يحمل أي فعل آخر يحدده القانون على اعتبار أنه فعلا يساوي في خطورته فعل الخيانة. هنا يجري اللعب بالنص القانوني لاستمرار سلطة إسقاط الجنسية دون أن تكون في إطار من المبدأ الدستوري. وهذه هي المعضلة الحقيقية، لأن يعني إذا جئنا إلى مبدأ المساواة، يعني النص الدستوري واضح يقول بأن الناس سواسية أمام القانون. صدر في 2014 تعديل على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي أجاز في تعديله إسقاط الجنسية عن من يدان بارتكاب بعض الجرائم الواردة على سبيل الحصر في هذا القانون. تبرز ناحية انعدام المساواة، مساواة المواطنين في الموقف من موقفهم القانوني، بأنه ذاك الشخص الذي أسقطت جنسيته بموجب حكم قضائي بصرف النظر عن موقفنا من القانون مكافحة الإرهاب أو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، هذا الشخص الذي أسقطت جنسيته أتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ابتداء واستئنافا إلى مرحلة التمييز بأنه لن يرتكب هذا الفعل، وأن إسقاط جنسيته جاء بناء على محاكمة يفترض بأنها كانت محاكمة منصفة وتم توفير كل وسائل الدفاع المقررة قانونا فيها. لنعد مرة أخرى إلى الشخص الذي أسقط جنسيته بموجب الأمر الملكي، نجد بأنه لم تتح له أي فرصة للدفاع عن نفسه، بس بمجرد شبهة دون حكم قضائي دون دليل، فيكون يعني نكون أمام حالة صارخة من حالات انعدام المساواة، مساواة المواطنين أمام القانون. يعني ليس هناك أي مساواة بين الشخص الذي مجموعة 31 خلينا نقول ومن أسقطت جنسياتهم مؤخرا مثلا بموجب أحكام قضائية لأنهم أدينوا بالقيام بأعمال مجرمة طبقا لقانون مكافحة الإرهاب. هذه هي المخالفة الفادحة والصريحة لأحكام الدستور. لا أريد أن أطيل أكثر فيما يتعلق بالآثار الأشد وطأة أو الأثر الأشد وطأة، وهو خطر الإبعاد. هناك آثار اقتصادية مترتبة على إسقاط الجنسية، ناس ما تقدر تحصل شغل، يروحون يبون يخلصون معاملاتهم، النظام الإلكتروني أو الحكومة الإلكترونية لم تعد تعترف بوجودهم أصلاً على اعتبار أنهم يعني ما في شيء، ما في ريكورد عند السيستم، يعني ما في سيستم ما قاعد يعني يعترف بوجودهم. في حالة سيدة كانت تعمل في إحدى الوظائف بعدما تم غلق المنشأة وخسرت طبعا الوظيفة، لم تعد تعمل، كانت تدفع مستحقات تأمينية. بعد انهاء خدمتها راحت تبي تستلم بذاتها من التأمينات الاجتماعية، مرة مرتين السيستم رفضها، قال لها ما لك شيء عندي يعني، وهي بذاتها فقيرة يعني. هذه واحدة من المشاكل. واحد بحار من ذي شغله بحار، يعني ليش بحار؟ سحبوا رخصة الصيد، لأن يعني أنت ما تقدر تشتغل بحار إلا برخصة صيد.
واحدة من المشاكل اللي موكليني يعني بلغوني فيها أنه عند صدور الأمر بإسقاط الجنسية عنهم صدر تعميم في ذاك الوقت. هذا التعميم ينص على توقيفهم في أي نقطة تفتيش. هذا التعميم لحين موجود، مع أن يعني أوضاعهم تم يعني سلموا جوازاتهم والبطاقات الهوية إلى آخره، كلها سحبت منهم يعني. فللحين إذا يمرون على أي نقطة تفتيش تطلع أساميهم في التعميم فيودونهم، ويتم له 3-4 ساعات حلني لما يوصل حق الضابط اللي عرف إن هذه حالتهم كذا وكذا وكذا. يتمون يعني صارت أكثر من واحد منهم يعني. عموما نأتي إلى المسألة الأكثر أهمية وهي مسألة الإبعاد أو الترحيل. هؤلاء الموكلين الثمانية هم الآن متهمون وتم تحريك الدعوة الجنائية ضدهم من قبل النيابة العامة على اعتبار أنهم مخالفين لقانون الجنسية أو الإقامة، يسمونه قانون الأجانب. قانون الأجانب يقول بأن كل واحد أتم 16 سنة يجب أن يكون له وضع ويحصل على تصريح بالإقامة. فتم استدعاء هؤلاء الأشخاص الإدارة العامة للهجرة والجنسية وقال لهم أعطونا جوازاتكم وأعطونا البطاقات ولازم ترتبون وضعكم، صلحون وضعكم بما يتوافق مع أحكام القانون. قالوا له يعني شلون؟ قالت يقول لهم كفيل، تجيب لك كفيل. قال له كفيل من يكفل؟ يعني أنا عندي ما عندي ورقة تثبت هويتي على أساس أحصل كفيل يعني. هذه الفلبيني، هذه الإنجليزي يمكن ما يحتاج كفيل، ما أدري يعني. الهندي أو الباكستاني أو البنغالي، هذه لأن عنده وثيقة هوية وبالتالي يمكن يكفل البحريني، يعني أي شخص يكفله، بس أنا ما عندي ما يثبت هويتي. يأتي قانون الإقامة ويشير إلى شيء اسمه الأجنبي، أنه على الأجنبي أن يرتب أوضاعه لتتوافق مع أحكام القانون الأجانب لعام 65. المادة تقول، هاي المادة 15 من قانون الأجانب، بعد مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأجنبي بلغ أو تجاوز السادسة عشر من عمره أن يقيم في البحرين إلا إذا كان حائزا على رخصة كتابية تسمى في هذا القانون رخصة إقامة صادرة من مدير الهجرة أو بالنيابة عن تؤهله للإقامة في البحرين. وهذا القانون، قانون الأجانب لعام 65، يعرف الأجنبي بأنه أي شخص غير بحريني الجنسية طبقا لمفهوم المادة 2، غير بحريني الجنسية بمعنى أنه حاصل على جنسية أخرى. ولا يعترف هذا القانون أو يقر بأن هناك حالة هي حالة انعدام الجنسية، وهي حالة معروفة ومستقرة يعني، وهي الحالة التي آلت إليها حالة هؤلاء الأشخاص نتيجة تجريدهم أو إسقاط الجنسية عنه. المسألة الأكثر خطورة أنه على الرغم من إثارة كل هذا الدفاع، القضاء جاء قضاء أول درجة وجاء بإدانتهم، تغريمهم 100 دينار وبترحيلهم. الدفاع الأساسي الذي أثير، وأنا أسف يمكن أدخلكم في يعني شوية أربع دقائق خلاص 3 دقائق بخلص. الدفاع الأساسي هو أن هناك ناس في قانون العقوبات، لا أدري القاضي الذي حكم بترحيلهم، طبعا هو حكمه تم طعن عليه أمام الاستئناف وبالتالي ليس حكما نهائيا، هناك ناس في قانون العقوبات يقول بأن الشخص الذي المقيم في البحرين والذي هو بدون جنسية يعد ويعامل معاملة البحرين. أثير هذا الدفاع وتم التمسك فيه. هذا القانون مال أقرأها لك، أكو ما يطلبون ترى يعني مبان الأقل. لا ضروري يعني. المادة 111 ما عليه، ما بدخلكم في هذا التفصيل. المادة 106 من قانون العقوبات
تنص على أنه يقصد بالمواطن في حكم هذا القانون من يتمتع بالجنسية البحرينية، ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيماً في إقليم دولة البحرين. End of the story. يعني كيف يمكن لقاضي، لا لا وهذه أثيرة تتم التمسك فيها وعمك أسماخ. فالحالة ينظمها تنظمها هذه المادة، ولكن يعني نتمنى أمام محكمة الاستئناف أن 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 تستوعب ما نقوله في هذا الشأن. آسف على الإطالة وشكرا لكم.